سلام الغزالات، كديري لاباس عليكم. نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي تشوفوا معايا فيديو عراضه ديال جيراني. عرضت على جيراني حدايا، وهنايا واحد المراه كتسكن حدايا قالت لي نعاونك. انا درت المرقه، بصراحه انا رديت المرقه وهي قالت لي انا نعاونك في الكسكسو. الله يعطيها الصحة وشكرا لها بزاف من هذا المنبر. بصراحة كنت سجلت بالفيديو، سجلت كل شيء بصراحة، سجلت كيفاش رديت وكل شيء، ولكن مني جيت شفت الكاميرا بصراحة تصدمت، يعني ما لقيت فيها والو، حبسات ليا. وغدا عاد غادي نرجعها ونشوف مالها. المهم صاب الله، بعدا هنايا فيلميت بتليفوني، وبهذا الشيء البنات غادي نوريكم هذا الشيء اللي فيلميت بتليفوني، غادي نوريه ليكم ان شاء الله. المهم اللي فيلميت بتليفوني غادي نوريه لكم، وكنتمنى بصراحه يعجبكم الفيديو. وما تنساوش بارطاجي وتشاركوا في القناه ديالي، واللي كيشوف القناه ديالي يدخل ويشارك ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد. وهنايا البنات كيف مشوا كيف ما طاب ليا كل شيء، طيب ليا الكسكسو، طاب ليا المرقه. انا شنو كندير، كندير القرعه في الاول ملي كطيب ليا كنحيدها، وعاد كندير داك القرعه الخضراء حتى هي دغيا كطيب، وكنحيدهم كاملين، كنحيد القرعه وكنحيد كل شيء اللي طيب من الفوق، باش هكا كتجيني تسقيه، كتجيني مزيانه. وكنهز كل شيء البنات كيف ما كتشوفوا معايا. وبصراحه كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله. مره اخرى ان شاء الله غادي نتقاسم معاكم كيفاش رديت الكسكسو. بصراحه انا كنعتذر لكم حيت بصراحه فيلميت كل شيء بالكاميرا، ومني جيت بغيت نشوف لقيت الكاميرا ما بغاش، يعني ما بغاش تخدم ليا. وغدا ان شاء الله غادي نرجع ونشوف مالها علاش ما بغاتش تخدم ليا، وان شاء الله غادي نعاود نفيلمي بها ان شاء الله. ونتمنى بصراحه هذا الفيديو يعجبكم. وهنايا البنات انا كنسقي الكسكسو ديالي كيف ما شفتوا، وهنايا كيف ما كتشوفوا كنسقي الكسكسو ديالي بعد ما طاب. درتو ليهم، درتو بالكرداس والكديد، ودرت فيه الخضيره البنات راكم عارفين، وجا رائع 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 البنات، وجا زوين بزاف وبنين بصراحه، ريحته غزاله 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 البنات، والله ما شهيتكم فيه. جا رائع وفيه خضيره، فيه كل شيء، يعني رائع 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 والله. وهنايا صافي راني كنسقي حيت يعني جا كل شيء، كنسقي ليهم ووجدنا الطبله ديالنا وبصحة. وهنايا بصراحه شاده لي التليفون غير واحد المراه، هي اللي شاده ليا باش كنت كنفيلمي بصراحه والله. يعني كنت ديجا كنت يعني كون ما فيلميتش الصراحه بتليفوني، يعني ما غادي يعني الكاميرا صافي وقفات ليا، ما بغات تزيد، ما تبغات يعني صافي وقفات ليا وصافي. وتقاسمت معكم هذا الفيديو، هذا تقاسمته معكم بصراحه وصافي. يعني قلت يعني صافي، شفت يعني حتى عييت، ومني شفت يعني الفيديو هكا يعني شويه الحمد لله، يعني فيلميت بتليفوني، ولكن ماشي يعني بداكشي يعني بالتفاصيل اللي فيلميت بالكاميرا. يعني فيلميت كل شيء كيفاش رديت يعني الكسكسو من الاول حتى الاخر، يعني بصراحه داكشي كله مشى لي، ومشاوت لي بزاف ديال اللقطات. والمهم ماشي مشكل، مره اخرى ان شاء الله غادي نولي نصور بتليفوني ونصور بالكاميرا باش مره اخرى ما نعاودش نتقلب، حيت بصراحه يعني كتوقع بزاف 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 كتوقع علينا في هاد بصراحه في هاد القضيه هذه، اما التليفون كيديرها بينا اما الكاميرا. ونتمنى بصراحه يعني كل شيء يعني يرد البال هاد القضيه هذه، حيت المهم حنا يعني معروفين، اما الكاميرا اما التليفون يعني ضروري، يعني حاجه اما كتسكت اما كتدي شارجة اما شحال من حاجه. دابا انا غدا ان شاء الله عاد غادي نمشي نردها البلاصه منين شريتها، وعاد غادي نشوف اشنو غادي يقولوا لي عليها، حيت صافي يعني وقفات، ما بغاش تشعل، ما بغات والو، يعني ما بغات تعطيني حتى شي حاجه، ما بغات تعطيني حتى شي اشاره زعما كنا علاش خسرات وعلاش هادي، ما بغات تعطيني والو. وصافي وهنايا مهم سكيت القصريه ديالي، ودرت هنايا القرعه الخضراء، ودرت القرعه هكا اللي كان هكا القرعه داك الحمراء صافي. وهنايا سلقت شويه البيض
ودرت البيض. صراحة كنت بغيت ندير شوية نهاكل اللوح شوية ديال الفاكهة واللوح، ولكن بصراحة القصرية صغيرة يعني ما قدتنيش. المهم داك الشيء اللي عطى الله، ديك القصيرية اللي عطى الله، المهم حطينا فيها ودعسناها بعدا. المهم حطات لينا، هزات لينا كل شيء الحمد لله. وكيف ما كتشوفوا الوليدات كيلعبوا، والحمد لله ضحكنا مع بعضياتنا ونشطنا مع بعضياتنا، وداز واحد النهار زويون زويون غزال. وش غادي نقول لكم، صراحه راكم عارفين هي الغربه صعيبه، والحمد لله دوزنا واحد النهار اللي نسينا فيه الحمد لله كل شيء والحمد لله. وهنايا الطبله ديالنا موجوده، الكسكسو ضروري ضروري ضروري، مع الكسكسو مع اللبن ضروري، هذه يعني معروفه يعني عند كل شيء. الحمد لله مجموعه الحباب ومجموعه الصحاب الحمد لله، وكنقول لهم بصحتكم وراحتكم ومرحبا بكم. وهنايا البنات صافي تخبطينا الحمد لله، الكسكسو جا غزال 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 تبارك الله عليا. وهذا مورا الغداء البنات درت لهم فلو كراميل كيجي غزال غزال، وان شاء الله غادي نتقاسموا معكم. وهنايا البنات كسكرو درنا واحد بريري ديال اتاي بالنعناع، جا غزال 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 وجا زويون بزاف البنات. وصافي هنايا صاحبتي كتناول اتاي، وهذا هو الكسكروت ديالنا، كسكروت بسيط الحمد لله. هنايا الكاوكاو وشويه اللوز وشويه التمر، وهنايا درت لهم سمان، وهنايا درت لهم البغرير صافي، ودرت لهم بانكيك وشويه ديال الشباكيه. وهنايا هاد الكيكه جابتها بصراحه صاحبتي ماشي انا اللي درتها. وبالصحه والراحه. سلام الغزالات كي دايرين لاباس عليكم. المهم الضيفان مشاو الحمد لله، داز داكشي كلشي مزيان. هانتوما كيف باقا الروينه دابا، باقا الروينه. المهم غتبقاو معايا غادي نجمع هاد الروينه هادي وغنجمع الكوزينه.
التروينه ديالي، جمعت كل شيء، رتبت كل شيء. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتشاركوا في القناه ديالي، دخلوا تشاركوا وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم، والى الفيديو القادم ان شاء الله.